بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد من برنامجكم اسأل ولا حرج للتواصل معنا لطرح الأسئلة والاستفسارات للتفاعل مع المواضيع الفقهية والشرعية اللي نترقلها في كل حلقة وللتفاعل مع الأجوبة أه رقم الهاتف الموضوع هذا. جوج او لا حرام نحكي نعم. هذه نعم. واضح واضح السؤال حتى شكون قال اشتيحة اه حرام بالنسبة للمرأة نعم كانها نعم. وحدها كانها مع رجلها كانها مع في كل الحالات حرام نعم واضح نحب نعرفها النقطة ذي أيوة واضحين وحدنا و... ولا ما نجموش نعم, نعم مش نحبوا معناها شكرا لك على الاتصال واضحين الأسئلة الثلاثة نتاعك نبداو بالإجابة بالسؤال عندك, عندك ما تسأل عندك ما تسأل ولا نكتفي بهذا القدر بيه. آه نكتفي بهذا القدر السؤال الأول حول كيفية التصرف في مال الأيتام آه خاصة أن الأخت أم رحاب تريد أن تمنح شيئا من المال القادم آه ربي يبارك لها وربي يعطيها لقد قلبها آه إلى آه يعني حموها وحماتها آه جد وجدة آه أبنائها ربي يحفظهم جميعا لأنهم في حالة احتياج هل يجوز لها ذلك أم لا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شكرا لها ومستلهم من من حسن السؤال فحول هذه المسألة إذا كانت هي تاركة نعم. يعني تركها المتوفى يعني وقبل قبل, قبل وفاته يعني كان له هذا المال وعندما مات تركه فهو ترك ويقسم بالفرائض الشرعيه نعم ويكون لهم النصيب لوليده ووالدته السدس ويكون لزوجته الثمن ويكون لابنائه يعني تقسم بعد ذلك الفرد الباقي, الباقي للذكر مثل نعم. حظ الانثيين اذا كان هذا الامر لا هو غير موجود لا ينسى لا ينسحب على صورة نعم. في صورة الحال صورة الحال مه. بارك الله فيك الان هي هو مال نتاع صندوق وفاه او انسان مخرط في تعاونيه نتاع او غيره او غيره او يعني تعويض بعد هذه هناك من قال من العلماء انها ينسحب عليه القاعده في وصول الفقه اعطاء نعم. الموجود اعطاء المعدوم حكم الموجود نعم. يعني انسان غير موجود ولكن يعطى حكم الموجود حتى حتى يعني يتم تقسيم تلك التركه على اساس كونه هو كان موجود يعني عباره انسان الميراث في دية المقتول هو ما, هو ما تركش المال هذاك نتاع نعم. الدية 100 ناقه وقت اللي ما نعم. مثلا نعم. يعني او 100 او الاباء او شيء فهو مال الايتام وضح. يعني يمكن تستثمر فيه ونتوسع ان نعم. بعد, نعم. بعد نتوسع بعد, نعم. بعد ان نجيب على السؤال الثاني متعلق بالوسوسه نعم. هو يعني السؤال هذا بعجاله لها ان تستثمر فيه تخدمه في شركه في حنوت في حاجه في تجاره وتستثمر فيه حتى ينمو فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثمروا في مال اليتيم حتى لا تاكله الزكاه. السؤال الثاني الوسوسه في الصلاه الوسوسه في الصلاه هذه يعني تعتري كل انسان، لا يوجد انسان يعني لا تعتريه هذه الحالات، ولكن يعني تختلف من صوره الى اخرى، والانسان عليه ان يعني يكون خاشعا في صلاته، قد افلح المؤمنون الذي هم نعم في صلاتهم خاشعون والخشوع في الصلاة يعني كما قال الحسن البصري يعني يقول أنظر إلى موقع سجودي نعم. وأعتبر أن الله سبحانه وتعالى ناظر إلي نعم. وأجعل الجنة عن يميني والنار عن شمالي, شمالي. وذنوبي محيطة به نعم. يقول وأتدبر فيما أقرأ أتدبر فيما أقرأ إذا كان الوسو... إذا كانت هذه الوسوسة مستمرة فما حكم وإذا كانت نعم. عارضة فما حكم دخلت. نعم إذا كانت هذه الوسوسة مستمرة بشكل كونها تصل إلى إلى أن الإنسان يغلط في كل صلاة في صلاته يقول انا صليت ثلاثة ولا أربعة ركعات أي أي. هذا الأصل فيه إذا كان الإنسان شك في هذا يبني على الأقل يبني على الأقل يقول صليت ثلاثة ولا أربعة يأتي بأربع ركعات نعم. وبعد ذلك يسجد سجود بعدي لعله زاد في صلاته لعله زاد في صلاته نعم. أما إذا كان هذا الأمر يعني يتابعه بشكل مرضي وقهري في وضوئه وفي كذا يقول أنا توضيت اي يعني نعاود نتوضا يوصل ثم ل... ناس تشكل نعم. ثلاث اربع نعم. مرات نعم. هذا يسمونه الفقهاء المستنكح اذا يبني, يبني على على الاكثر أي. الا اذا تيقن بي... يبني, يبني على انه بي... صلاته ولا الوضوء صحيح. نعم. صحيح 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 نعم. السؤال الثالث في الافراح وفي الحفلات والاعراس تقول الاخت ام هل يجوز ان النساء لوحدهن بمعزل عن الرجال يعني م. يبدينا شيء من الفرح ومن يحطوا شيء من الفن الشعبي قالت هي و... لعلهم زاد معناها يرقصوا ولا غيره هل ذلك جائز جائز اذا كان السيد اللي قال لهم انساف في العرس وحدهم وما يرقصوش وما يغنوش يبقى فيه العرس المال. يصبح مأتم نعم يعني هما يعني يعني بانضباط وقال لك احنا مش نعمل ما فماش اختلاط هذا يعني مش يكونوا مع العروس حتى يعني حتى يعني العروس معناها العروسه باللهجه نعم نعم الدارجة العروس هذه هي العروس التي تزف يعني حتى يسلينها ويعني يغنين ويضربن بالدفوف ويغنين الاهازيج الشعبيه هذا ما مطلوب نعم والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, الله. وسلم عندما زفت السيده عائشه جاريه يعني كانت في حجرة زفتها زفافا صامتا قالها هل ارسلتم معها من يغني كيفاش تعملوا زواج صامت؟ نعم. اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السوداء ما ظهرت بواديكم الى اخر القصيدة هذا قالوا الرسول قالوا الرسول قال هاي قصيدة غزيرة قولوا, قولوا, قولوا كذلك اي قالهم ان الانصار قوم يعجبهم الله نعم. هذه المسألة لا يحكم الانسان مزاجه على الشرع نعم. الشرع لا تحكمه الامزجة اذا كان في شبه الجزيرة العربية عندهم تقاليد في المغرب العربي ثم تقاليد في آه نعم. في الشمال تقاليد دكتور. يعني هذا نساء يعني مع العروس دون اختلاط فذلك نعم. جائز نعم جائز وهو طيب كيف قالت ما فهمش اختلاط يعني واضح واضح دكتور نعم. معنا الاخ عمار من المتلوي على الخط السلام عليكم اخي عمار مرحبا بك تحياتنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سي عمار مرحبا و... وليك تفضل. نعم معك فضيلة الدكتور إبراهيم شيبي تفضل. شنو هي أسئلتك؟ شنو أحوالك يا دكتور؟ أهلا وسهلا سي يا عمار مرحبا بك يا مرحبا. وبيك وبيك ربي يبارك فيك وربي يعيشك. يعيشك تفضل سي عمار. تفضل. بالله توا كيف يده الميت. نعم. ويقعد ثم يقرأوا في القرآن، يا ترى يجوز القرآن في المقابر أم ما يجوز؟ قراءة القرآن في المقابر. في المقابر. نعم، بعد دفن الميت ولا قبل ذلك؟ بعد دفن الميت، في اثناء الدفن، في إثناء, اثناء الدفن. الدفن. نعم، <applause> نعم، هذا هو. قراءة القرآن في المقابر اثناء الدفن، هذا سؤالك الأول، عندك أسئلة أخرى؟ أي نعم. تفضل. السؤال الأخر معناها يجوا معناها يجوا معناه للدار، نقولوا احنا أهل الميت. نعم. ويتفقوا وياهم نقول أنا حاب معناها باش تعمل لي الـ للا... الـ يقروا لي يقروا لي معناها نقولوا احنا سورة اللي... سورة الإخلاص نقولوا يقولوا هم فجرة الإخلاص نعم ملائكة يساوموا فيها يقولوا آه معناتها أهل الميت اتفقوا مع قراء يقولوا لهم باش تقراوا لنا كذا كذا يقولوا باش تقراوا لنا سورة الإخلاص سورة الإخلاص نعم أي ألف مرة ألف مرة, ألف مرة. أي 100 مرة 100000 مره يقول هو ب 100000 ولا ب 150 ولا ب 200000 هل ترى هذا يجوز ام لا نعم هل يجوز قراءه القران باجر وبالاتفاق واهداء ثواب ذلك الى روح الميت مثلا كما عند كيما عندكم انتم في تقاليد جهتكم سوره الاخلاص ألف مره و10000 مره و ألف مره وغيره هذا سؤالك الثاني سي عمار عندك اسئله اخرى عندي سؤال اخر سؤال أي. اخر تفضل هل ترى الرجل وقت اللي يحلف على المراه يقول لي انت طالق معناها بالثلاثه ولا كذا ترى طالقه هي من يعني. طالق بالثلاثه بلفظ واحد معناها بلفظ واحد بلفظ يعني. واحد نعم هذا ما هو الاسئله الثلاثه متاعك شكرا لك على الاتصال وبارك الله فيك وتقعد معنا باش نستمع جميعا لاجوبه فضيله الدكتور السؤال الاول قراءه القران في المقابل اثناء دفن الميت هو والله قراءة القرآن في هل هل صح هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك استدلالات؟ هل هناك مصادر؟ هل هناك يعني ما يمكن أن ندعم به إجابتنا في هذا صدد الدكتور؟ هو الأصل أنه لم يصح ذلك أنا. على النبي صلى الله عليه وسلم رسل. وعلى صحابته الكرام أنهم قرأوا القرآن أثناء دفن ميت أو نعم. شيء. نعم يعني لكن ما ثبت من السنة أن النبي الأكرم صلى, صلى, نعم. يعني يعني صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل قال وقت لتدفن الميت يعني بعد الدفن يعني هذا بعد دفن سيدنا عثمان بن مضعون الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعه وهذا يعني قال استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فن الان يسال هذا يعني يتم الاستغفار يدعو اللهم يمن يم كتابه اللهم يستر نعم. يسر حسابه اللهم اكرم نزوله اللهم افسح مدخله وهكذا نعم. مما من الادعيه الماثوره التي وردت عن سيدنا ابو هريره وغيره ان يقال هذا في المقبره هذا من السنه النبويه اما ان يقرا القران فالرسول الاكرم صلى الله صلى عليه وسلم, وسلم. وسلم قال يعني انه يعني لا تجعلوا بيوتكم مقابر واقرؤوا فيها القران فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره المقبره في سوره, سورة مقبره نعم. فهناك من قال ان تشبيه البيت بالمقبره هو دليل على ان المقابر فيها سكون نعم. وهناك من قال هذا دليل على ان المقابر لا يقرا فيها القران نعم. فنحن خروجا من الخلاف الاولى ان يتم يعني الدعاء له بالاستغفار نعم. والتثبيت فقط هذا الجواب على السؤال نعم. الاول السؤال الثاني هذا قراءه القران قراءة القرآن أو ما يمكن أن يختلف من جهة إلى أخرى أخونا عمار في المتلوي قال لك يقرأوا جيب قراء يعني أهل الميت يجيبوا قراء يقرأوا سورة الإخلاص آه آلاف المرات بغرض أو بنية إهداء ثواب ذلك إلى روح الميت وبأجر وإلى درجة أنه إذا كان عشر آلاف مرة هناك ثمن وإذا كان كذا هناك ثمن وغيره آه هذا في جهة المتلوي وقفصة والجنوب الغربي عموما ولكن نعرف أن السائد أيضا في مختلف أنحاء الجمهورية هي قراءة القرآن بأجر بالاتفاق مع اهل الميت ولا الذي كان عنده مناسبه ولا ختمه ولا ما يسموه بالسنه سنويه ولا لا. معناها عديد المناسبات التي يقرأ فيها القرآن ولكن بأجر. هو اتخاذ اجر على كتاب الله هذه من الامور التي اختلف فيها العلماء. نعم. نعم. ولكن الاصل ان حتى الاجر الذي يؤخذ على كتاب الله يؤخذ على تعليمه نعم. وعلى مدارسته نعم. ولا يؤخذ على قراءته على الموت مم. لان الاصل كون القران هو لينذر من كان حيا نعم. هو كتاب يقرا للاحياء ليعني لي يكون دستور حياه ودستور نعم. عمل في الحياه ويعني منهاج في الحياه ولا يقرا على الاموات ولكن اذا كان الانسان سيقرا القران ويهب ثواب ما قراه من القران الى روح المتوفى فهذا جائز لكن أن يتم استئجار المقرئين ثلاث ليالي أو شيء ودفع ثمن لهم فهذا لم يعني يرد في السنة النبوية إلا إذا كان يعني هم أهل الميت نادوا من يقرأ القرآن، لأن نعم. يعني الأصل كون الإنسان يقرأ أو ولد صالح يدعو له، نعم. هو يقرأ لي نعم, نعم لي و... ل... للمتوفى المت... من عائلته ل... من عائلته، نعم. ف يعني ويقرأ له بلا بلا مقابل، أما إذا كان هو نادى إنسان قرأ القرآن أو شيء وأعطاه هو هذا يعني من باب الصدقة إذا كان هو من باب, صدقة من باب الصدقة حاجة أو شيء فهذا ما مش عمار يتفاوضوا كل لا هذا تكسب تجارة بكل... نعم. نعم. نعم تكسب بك... بكلام الله وامتهان للقرآن ثم معظم المأتم عندما يقرأ القران لا تجد من يصغي نعم الى ذلك نعم تجد الناس تخوض في امر الدنيا ليس هناك اصغاء نعم ولا, و... ولا, ولا, و... ولا في هذا الصدد دكتور نذكر ل... ل... المشاهدين للاضافه والاستفاده انه لك كتاب قيم نعم. وهو الطقوس ل... ل... الجنائزيه الجنائزي الجنائزي بين, الشعب. بين... نعم بين العادات الشعبيه وال... والاحكام الشرعيه والأحكام الشرعي نعم, الشرعي. نعم. بحثت نعم. في هذه المساله ووجدت ان قالوا ان اذا كان قدموا اسره الميت يكلفهم ذلك اموالا طائله او شيء في نعم. هناك عديد لا. العادات اللي تكتنف عادات سيئة. نعم المياتم وغيرها على غير نواح النساء وعلى غيره معناها يعني يمكن ما يتسعش المجال ذكرها لكن ان شاء الله نرجعوا لها بتفصيل اكثر في قادم الاوقات. السؤال الثالث والاخير من قبل الخونة نعم. عمار من المتلوي هو التلفظ بالطلاق ثلاثا بلفظ واحد يقول لزوجته الانسان انت طالق 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 او انت طالق ثلاثه او طالقه بثلاثه باللهجه الدارجه معناها طلقة معناها لا تعود الى زوجها الا بعد ان تتزوج باخر معناها هناك من اهل العلم من اعتبر ان يعني الترفض بطلاق ثلاث مرات يعني يعتبر طلاق ثلاث مرات نعم. فهذا يعني من الذين يوقعون طلاق الهازل ويوقعون طلاق الغضبان ويوقعون طلاق مم. الهازل السكرار. اللي يفدلك يفدلك واللي متغشش نعم. واللي مش في صحن واللي واللي اي يقولوا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اللي هما الطلاق والاعتاق, والإعتاق الطلاق والإعتاق, والاعتاق يعني يعتق رقبة مع نعم. عبد حق. اذا نعم. كان اطلق فيه الامر هذا فهذا يقولوا امر اخر يعني نعم حاجه ف... ثالثه نعم فيقال بالك الصداق دكتور يمكن, يمكن اما يمكن. اما يعني يعتبرون حتى الفدلكه في الامور هذه أي. تاخذ ماخذ ما جد. باش يصعبوا الامور باش الناس ما أي. تلعبش بالطلاق. يعني ولكن عم. هذا ال... هذا التشدد من ي... يكون ضحيته ضحيته الاسره. اي صحيح. اللي يعتبر ابغض الحلال الى الله الطلاق. طلاق. يعني فهناك مدرسه اخرى من الفقهاء التي لا تعتبر تكرار الطلاق ثلاث مرات طلاق نعم. لا يقول لك ماهوش ما طلاق ولا تعتبر ذلك امرا يعني له له قيمه. وحتى اذا كان اعتبروه جدين يعتبروه طلقه واحده اذا نعم. كان في نفس المكان وفي نفس المجلس وفي نفس اللفظ فهو طلقه, طلقة واحده, واحدة. نعم له ان يرد زوجته في اي وقت شاء نعم نعم لا هو اذا كان قال هذا يعني جادا في امره يقول وضح. رجعت زوجتي وضح. وينتهي وينتهي الامر اذا كان وإحنا وإحنا هو نعم. وإحنا نميل الى الراي الثاني باش لانه الاسلام الحنيف حرص على تماسك الاسره وعلى معناها ديمومه هذه الـ هذا الكيان اللي للاسف بدات اموره معناها تهتز هو اذا كان هذا في الظروف الاجتماعيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الطلاق واحد. عن وطر إن نعم لازم تكون فما غايه للطلاق اما اذا كان في لحظه غضب او شيء يقول انت طالق ثلاث مرات فهذا يقول راجعت زوجتي وينتهي الموضوع نعم. باذن الله معنا على الخط الاخت حياه من تونس سلام عليكم اختنا حياه مرحبا بك تحياتنا ليك تفضل مرح. تفضل شنو هي الاسئله نتاعك ولا شنو سؤالك؟ كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله عام مبروك عليك يعيشك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك شنو سؤالك؟ نبدا بالسؤال تفضل انا عندي ولدي قلت لك عمره تقريبا 25 سنه نعم ربي يفضل أي أنا... ايه كان لدي عليه معناها يقرا ويعطي يعني مسار وباش يعمل دكتوراه باش يعمل معناها فجاه نرد بال ولا يعمل في نعم ربي يفرج عليه ان شاء الله ان شاء ل... الله هو مش قابل المرض هذا مش قابله بالكل معناه مش نعم. قابله حتى تعرف نعم. هو قدر وقدر هما معناها شنو هذه نحب نعرف هذه ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى الابتلاء ثم اللي يقبل ثم اللي ما يقبلش نعم اذا ف... اذا نعم. سؤالك اخت حياه متعلق بقبول الابتلاء هكا بقضاء أيه وقدر, أيه. وقدر الله بيه. نعم السؤال الثاني عندك سؤال ثاني بطبيعه عندي سؤال ثاني تفضل فأم... مراتي تعمل باش تعطي تصدق فلوس ولا نعم. اي حاجه باش تصدق بي. نعم. واحد يقول لك مثال شغل يقول تقول لك لا لازم تشاور زوجك. زوجها. معنا. معناها انت مصروف عندك وفلوس عندك باش تخرج انت للشارع باش تعطي. هو هو حاجة. مال شكون سيده حياه؟ مال هي. الزوجه ولا مال زوجها؟ الزوجه وزوجها مثلا هي فلوس زوجها مثلا. اه فلوس زوجها هل لها ان تتصدق بها دون ان تستشيره؟ هذا سؤال. أي. حرام معناها قالوا حرام كيما ما مز... تسالش الزوجة وقال مش تسال هو هو, يم... هو اعطاها عطا... عطا... اعطاها زوجته لزوجته عطيه بخاطره وقال لها تصرف فيهم كما تحب هكا ولا؟ هي مصروف البيت مصروف البيت معناها مصروف, 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 مصروف البيت ولكن هي تحب تتصدق منه بشيء. واضح. واضح واضح السؤال الثاني على على نعم. صحة على خدمته على صحة راجع على وليداته نعم مصروف واضح مصروف واضح. مصروف واضح سؤالك الثاني يا اخت حياة سؤالك الثالث والاخير تفضل واحد كيف عنده شكون ما, ما رجعش عنده يا رمضان معناتها فقرهم وما رجعهمش. نعم. بربي انجمش انا نرجع عليه. اه تا تا توفي انتقل إلى رحمه الله. لا 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 مش متوفي لا آه. مش متوفي يخدم في خدمه لم ينجمش آه ما ينجمش معناها. ما عادش ينجم يرجع مطلقا. مطلقا. ما تنجمش ترجع في بلاصته. إن ما كان النجم بلاصته بلاستي والراحة فبلاست ولا أي هذا هو السؤال الثالث شكرا الله نعم. شكرا لك على اتصال يعطيك الصحة شكرا آه إذن السؤال الأول آه إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه آه وإن شاء الله الطب والعلم يتقدم إلى درجة أنه نوصلوا إن شاء الله بحول الله في أقرب الأوقات للاستغناء عن هذه العملية الصعبة ربي يشفي ويعافي الجميع ابنها كان يعني في رعان الشباب وما زال ويعني نجح في دراسته في حياته ولكن ابتلي بهذا المرض فالدرس أنه أصبح يعمل عملية التصفية هذه بتاع الدم م. اللي نعرفوها نقوله دياليز يعني هل تسال على هو ما قبلش الوضعيه هذه تقول ماذا لنا ان نضيف فيما يتعلق بالابتلاء والصبر على المكاره والقضاء والقدر دكتور والله اول حاجه يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتها رب وفي ميزان حسناته وان يعني يأجرها في مصيبتها وان يخلف لها خيرا منها وان يصبر هو ويحتسب نعم ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجد امراه تبكي على عند قبر قال لها يعني اصبري قلت له انت لم تعلم بمصيبتي قال له انه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. فهرعت اليه قلت له رسول الله سامحني راني يعني كنت يعني نعم. قلت له هذا ابني رميت. قال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى نعم. هو كان حياته يعني شاب مقبل على الحياه حياه ورديه 25 سنه مقبل يحب يكمل الدكتوراه نعم. نعم. ويقرا وكذا فإذا به ان يعني يبتلى بالقصور الكلوي هذا ويعني اصبح خاضع لتصفيه الدم يعني وانا يعني انجزت يعني كتاب التبرع بالاعضاء بين السائل والفقيه نعم. اشتغلت ياسر علم المساله هذه نتاع قضيه التبرع بالاعضاء وشفت المعاناه نتاع الناس نعم. ووضعت حتى متبرع نعم. في بطاق طريف نعم. نعم. وما وما عنديش شكون في العائله مريض بالدياليز ولا نعم. محتاج الكلوه ولا شكون الكلوي, الكلوي لكن لكن يا خويا الناس هذه تعاني نعم يعني تصور انت انسان يعني يمنع من الماء نعم. الماء بالحساب نعم تصور انت طفل صغير يعني في الصيف يعمل شويه ثلج على على شفتيه فقط فلازم الناس تحس الناس هذه نعم. تتوعى وخاصه تعمل هالمتبرع هذا بعد ما يموت ياخذوا يزرعوا هالكلية يرتاحوا من التصفيه نعم. لان برلا الانسان نعم. ثلاثه ايام الابتلاء معناه عام في جميع هلال الابتلاء ما ربي خلق الداء نعم. والدواء فما حاجات ناس مبتلات اكثر من هكذا نعم. نعم. لا هو هو حتى هذا ابتلاء عظيم نعم. علاش زياد لان يبقوا خمسة ساعات في تصفيه الدم مرات في الاسبوع نعم. وما ينجمش يسافر والماء بالحساب والحميه الغذائيه صارمه والحياه كلها تتعطل نعم. وإحنا مجتمع قاسي. صحيح. اذا كان يقرا ما ينجمش يكون اذا كان الطفل ما ينجمش يكون كما نداده اذا كان يخدم حتى خدمه ما تقبل الانسان ثلاثه ايام في الجمعه نعم. ويعني عديد وهذه حكمه ربي شوفك الكليه الصغيره تعوضها ماكينات نعم. فيلزم نعم. الناس والحاجة حاجه تتوعى. وتعرف اللي معناها راهو هذه كون الناس اللي قاعده تموت راهو كل يوم ماشي للتراب كي يستنفع بها الشاب كيما نعم. هكا ولا شيء فيها اجر كبير نعم. اللي هي سالت على التصبير هذا يا كون الانسان كل بني ادم مبتلى وكل مؤمن مصاب نعم. وشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فالامثل شد الناس بلاء الانبياء يعني شوفوا ابتلاءات الانبياء شوفوا سيدنا ايوب شوفوا نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم سيدنا يعقوب سيدنا يوسف نشوفوا تقرا في قصص الانبياء تشوف الابتلاءات نعم. الوان الابتلاءات وضروب المحن وصنوف الـ الـ المكاره, المكارة نعم. كل ذقوها وكانوا صابرين والله سبحانه وتعالى عوضهم بعد ذلك خيرا نعم. ثم يبتلى الرجل على قدر دينه نعم. كان الانسان اذا كان في دينه صلابه زيد في البلاء حتى الانسان يصبر وهناك غرف في الجنه لا يصلها الانسان الا بصبر ولا بصلاه بي... ولا بصوم الا بالابتلاء الا بالابتلاء يبتليه رب سبحانه وتعالى ويصبر على الابتلاء هذاك و ربي يصبر نعم فهو اولا نعم. لا ييأس نعم. ويقبل على الدنيا نعم. والدنيا ما وفتش وباذن الله يعني تو يعني يغرس كلوه او شيء ويرجع حياته عاديه ان شاء الله يعني انا نعرفهم قلت لك الناس هذوم واشتغلت معاهم وكذا يعني فيهم حتى ابطال رياضيين يعني عادي راه ما توقفش الحياة فهمتني وثم يعني نظرة المجتمع إذا تتغير يعني فهم حتى إنسان في مأمن نعم. كل إنسان معرض لقدر الله الحادث معرض كذا فهو يعني واضح. امه نقدر اشفاق الام في نعم. مثل هذه الامور هو يرجع اصحابه زاده الشباب اللي معاه لازم يوقفوا معاه يشدوا من ازره حتى ما ينهارش هو نعم. ويكون يملى قلبه بربي سبحانه وتعالى مش ما يبقاش يمشي نعم. لك الامور وربي الأخرى. يشفي الجميع السؤال نعم. الثاني سؤال اختنا حياه تسال على الصدقة دون استشارة, عفوا الزوج يعني هو زوج ماله هو مال العائلة ومصروف فربما في ساعة من الرزق الزوجة تحب تصدق منه كلمه هذاك دون استشاره أيه. الزوج لانه هو هي قيم عليه هو اعطاها مصروف وهي تتصرف معه اذا كان هو يعني اعطاها الزب. يعني هي تعرف طبع الزوج اذا كان هذا الامر يعني هو مال يقول هذه الامل باش تقضي بها القضيه نتاع أيه. الدار وما وكذا أيه. فاعترضها متسول وقال نعم. وقالت هذه مش تصدق انا والرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدق نعم صحيح ويقول الدعاء يدفع البلاء ويقول يعني الصدقه ####تقي متى تسوء... نعم. الإنسان يتصدق راه بإذن الله الصدقة تطفئ غضب الرب ويقول حصنوا أموالكم بالزكاة الزكاة راهي بيدها تأمينات نعم. وداو مرضاكم بالصدقة يتصدق الإنسان... وفما اشياء يعني باذن الله اذا تتصدق معناها تتصدق لا لانه اول حاجه قدر يسير مغتفر قالت لك يعرضني انسان ولا شيء ثم هي هي تحكي مع رجل الموضوع يقول انا راني كيف نقضي ولا شيء يعرضون متسولين نعطي نتصدق قلت له قلت تصدقي ثم هي يعني زوجة ما دام تمنى على هذا المال بالضبط. اللهم اذا كان مبلغ كبير او شيء هو الاصل كون الزوج ما دام ما اعطاها للاذن هو مدام ما دام اعطاها باش تصرف اي اعطاها الاذن بذلك واضح. وفي حاله ما اذا اذا كان هي يعني زوج في حالات زوج ما ينفقش ولا شيء باش تاخذ سرا من من زوجها هذا لا يجوز الا اذا كان الزوج ما ينفقش عليها، ولكن هي اعطاه زوجها وتنفق وتتصدق باذن الله وتزيد زوجها حتى تقطع الشك باليقين. نعم، واضحه الاجابه على السؤال الثاني، السؤال الثالث متعلق بمن يعني لم والاخير طبعا متعلق بمن لم يستطع صيام شهر رمضان او اكمال الشهر وما ما استطاعش عفوا القضاء. هل لها الاخت حياه ان تقضي عنها أن النيابه ظهر لي في الصوم ما فماش هي النيابه مجلس. في العبادات البدنيه لا الا في الحج اي ما على الاحياء على الاحياء ما يجيش الانسان يقول اجلس مثلا الحج زاد لا لا الحي لا لا, لا الحي الحج عباده بدنيه وماليه مركبه اه لانه مركبه, يجوز يجوز آه واضح يجوز, نعم. يجوز, نعم. يجوز نعم اما إيه. في البدنيه المحضه لا, لا, يجوز لا يجوز اللي هي صلاه والصوم صليت والصوم نعم. بالنسبه صلاه والصوم تصلى نعم. على اي حال وبالنسبه للصوم يعني صلاه تصلى على اي حال حتى حتى, حتى مضطجع نعم. يعني لا قد يصلي يصلي ولا تصوموا ولا تصوم عن عن موتاكم واطعموا عنهم هذا موجود زاد حديث حتى الانسان اذا كان ماتوا عليه دين صوم كانوا يطعم عنه هي تخرج عنه عن كل يوم مقدار في طول لا الصور. هو قتلك بقيد الحياة بيقيد ولكن الحياة. ولكن لا يستطيع بقيد مطلقا أن أن يصوم, يصوم. هذا آه. هذا سقط عنه الصوم وأصبح مطالب بالفدية 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 أي بالفدية إذا كان هي أرادت أن تصوم صوم تطوع هذا لأن يعني موجود فما حديث اللي قال أمي ماتت وعليها دين صوم نعم. أصوم عنها قال أريت إن كان عليها دين قال دين الله حق أن يخضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح لها هذا موجود القول نعم. هذا موجود وهو قول ذهب إليه ابن عباس وعائشة وهناك قول آخر نعم. يعني اللي يقول بجواز الصوم عن إلا إذا كان هذا الصوم قضاء والآخر عجز عن, عن ذلك نعم. ولكن الاصل هو والذين يكون فدية اذا وارف. كان الانسان عاجز عن الصوم نعم. فيؤول إلى الاطعام وليس وارف. الى الصيام باش نختم بالبريد الالكتروني بما ان يعني في هذه الاسابيع في آه هذا المجال ولا هذا السياق ولا هذه المساله مساله هذه السنه الاداريه الجديده مم. والتكهنات علينا العديد الاسئله وتوقعات والتنجيم يعني يكون عام فلاحي متميز لرئيس الفلاني كذا معناها تحدث كذا ما زلازل ولا لا قدر الله معناها امور طيبه لا قدر الله عفوا امور سلبيه لكن ربما امور طيبه الدوله الفلانيه كذا ما كما تعلم دكتور ما راي للدين في هذا هذا الامر معناها منكر يا دكتوره هو يعني في بدايه في نهاية كبير. كل سنه يعني الشمسيه وبدايتها نعم. يطلع على الشمسيه نعم هؤلاء الدجالون ويقولون ويقول لك انا علم كذا وسوف يحدث كذا نعم. وهذا يعني رجم بالغيب نعم. ونحن عندما نفتح المصحف اول ما نجد يعني بعد سوره الفاتحه سوره البقره نعم. الف ذلك الكتاب, الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون هم الذين يؤمنون النبغيب. بالغيب نحن نؤمن بالغيب والغيب هو كل ما غاب عن الإنسان نعم. ورسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم. من سأل من ذهب إلى عراف فسأله عن شيء يعني آه لم تقبل له صلاته أربعين ليلة ومن ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على, على محمد, محمد. نعم. فهذا دليل على أن هذه الكهانة والعرافة هذه والتنجيم, ليس والتنجيم. لا هذا لي. لا ليس لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن علامات وبالنجم هم يهتدون، النجوم جعلت للعلم لعلم الكواكب، لعلم لعلم سيرها، لعلم الفلك، لعلم البحار، نعم. لي يعني فهذا ليس علم المناخ، علم لهم الطيران، الامور النافعه الامور النافعه وليس لهذه التكهنات، ونعرف حتى المعتصم عندما وقع الاعتداء على امراه مسلمه في, في عموريه في عموريه واستنجدت هي استغاثت قالت نعم. ومعتصم عموريه في اقصى الحدود الامبراطوريه الاسلاميه يعني تركيا الان تقريبا هكذا. نعم. نعم صحيح نعم. أي وكان المعتصم بالله جمع قاده الجيش ونظر في المساله هذه امراه يعني تم يعني اعتداء عليها واستنجت صاحت قالت هو معتصماه فقالوا تو يسد عليك المعتصم نعم. نتاعك. وصلت لها من تركيا وصلت وصلت, صوتها وصلت الى بغداد. نعم من العاصمه ف... في القرن التاسع ميلادي 840 تقريبا. القرن التاسع. نعم. نعم. فجمع قاده الجيش وقال لهم اعدوا ل... ل... العده ويعني نمشوا هذه المراه يعني قيمه المسلم نعم. مش في, ذلك يعني... في... في... في, ذلك في ذلك الوقت في ذلك الوقت لانه ذلك الوقت اقوى دوله في العالم نعم. دوله نعم. ل... حتى المسلمين الان قويين نعم. عندهم اقتصادهم وعندهم نفطهم وعندهم كذا كان ينجموا يعني. اذا قالوا له وراءه المنجم مين تنهزم تنهزم فيعني <applause> المنجمين قالوا له راه طالع مش معاك نابليون بونابارت نابليون بونابارت كان ما يخرج يحارب كان ما ينجم كان ما يشوف يجي منجمين حتى في معركه ورغم هزم في واترلو نعم وكان يبحث على الطالع اذا وك... دكتور اذا لم يؤمن بذلك لا قال ما نؤمنوش بشيء هذا أي. وقال فيها ابو تمام المطلع القصيده السيف السيف أصدق من باهي الكتب في حد الحد اذا فهو فهو شرك بالله دكتور هذا ولا ننسى نمنعهم منعا باتا الناس ما يمشيوش وما يسمعوش وما يعتدوش لا ما يعتدوش بهذه الأمور لا. وهذا الطالع كل سنه حتى المسيحيين يؤمنون بان كل سنه ميلاديه جديده هي طالعه خير على الناس الكل. نسال نعم. الله سبحانه وتعالى لا يكون يعلم الغيب الله عام, عام خير وعام صلاح, وعام صلاح وعام فلاح وعام امن ومبناه نعم. اذا دكتور و... هذا يعني هذا رجل رهيب وهذا وهذا ترهات ولكن نعم. المؤسف استاذ للأسف. زياد هاي. ان هناك حتى برامج تقدم هذه <applause> الشيء وهناك اقبال كبير شفنا الناس بالصفوف على الدجالين هذا مش عارف شنو هذا ياكل في القزاز والاخر يشرب في المسخون والاخر هذا يعني دليل على ماذا؟ دل على ان شا... لا اصحاب مستويات علميه هذا الشيء اللي تجده دكتور منذ يعني... الفجر أي... في صفوف منطلقة من مجاز رجلس. ولا مجستر ولا و... مدكتر دا... وهو ما يؤمن بالترهيب هذا بيها الحمر. نعم. هذا يعني كله من الامور التي حرمها الاسلام نعم. ويعاقب نعم. عليه حتى, حتى القانون التونسي الناس ما في بلاش حتى القانون التونسي يعاقب كل من يدعي عرفان مكان الضاله او ينجم او شيء هذا يعاقب مخالف للتوحيد انه الانسان يجي واحد يتنجم له يا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان من, من ذهب الى عراف فساله عن شيء مجرد سؤال أي. يعني حتى كان مش مامن به نعم فلا تقبلوا صلاه 40 ليله 40 ليله نعم وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن حلوان الكاهن الاجر اللي ياخذها على ورح. على, تنبؤ. ثم اذا كان هو يعرف الغيب يعني ما علاش يموت في حادث وعليه يصير له والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اعلم الغيب وهذه يعني مساله يعني في العصر نعم. العلم ما زالت ناس الى حد الان يعني تتصل بالأسف. في البرامج ويقولوا بالله نحب نتزوج ويقولوا اعمل كذا نعم. والاخر يقول نحب عمل فهذا كله يعني حقيقه مؤسف نعم. يعني في هذا العالم يستغلوا ضعف البشري نعم. الناس ناس يعني تمشي لهم وحده يعني مؤخرا يعني عراف مسها من مواطن عفتها وكذا قال لها نغير في الجن نحب نخرج لك جن واحد فهذا الكل يعني في مطلع كل سنه ميلاديه بارك الله فيه السائل الكريم يعني حقيقه نضيق ذرعا بهؤلاء المشعوذون الذين ليس لهم وحتى زاد الكلام يقولوا فيه ما عنده حتى علاقه بعلم النجوم نعم زاد واضح. ما عنده يعني يخبط خبط عشواء في الليله الظلماء يعني حتى منجمين ما يعني نعم, نعم. لان هناك منجمون لا يعلم الغيب الا الله الله, في الله في سبحانه في وتعالى نعم طبعا وهذا من باب المؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن بالغير. واضح. نؤمن بربي ما شفناش نؤمن بالملائكه ما شفناهمش نؤمن بالجنه والنار نعم. هذا هو التوحيد النقي نعم. اللي اللي عليها المسلمين حقيقه نعم. شكرا لك دكتور على هذه الاجابات القيمه وعلى هذه الاضافه المتميزه شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه نشكر كل من رام الاتصال بنا ولم يتمكن من ذلك ان شاء الله في فرص قادمه ايضا كافه الفريق العامل معنا نذكركم بوسائل الاتصال بالبرنامج رقم الهاتف 00 216 93 438 038 العنوان الإلكتروني اسأل تي في نقطة ان كما أذكركم بأن كافة حلقات البرنامج موجودة على موقع اليوتيوب في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته